اسمع اسمع اخي. السلام عليكم، فين اخي ياسين؟ بخير هاني. انا ولكم صونت عليك البارحة باش قلت سقسيتك على خدمة، قلت لي مشي زعما نضالات ولا مشينا عند العرف. لا مشيت عند العرف ديك الصباح هذاك وعطاني الطونوفير، هما خصهم شي فريه فهمت، وعطاني الطونوفير. صداق ما تعرف شي عكس، ماشي العكس، هي مكتب وسال. طلعت الطونوفير ديماري دونا كانسول، ما عرفت جات لي واحد الدهشة ما فهمت فيها والو. خرجت بالطونوفير هي قاعدة تسكت، قال لي صافي نزل، قال لي صافي عادي فين عند اليد وتهلا صافي. خرجت هذيك بقيت كاعس سبحان الله، واحد الشيور كيعيط لي كيقول لي اجي تخدم. هذا سبحان الله انا خدام دابا مع فواحد الشركة ماشي الابرة، هما تابعين الابرة ديك خانة كيقولوا الله يرحم بابك اخي ياسين. هذيك النصائح اللي كنتي كتقولنا في اللايفات، هذوك النصائح واعره، هذيك النصائح الله يرحم بابك اخي ياسين، شكرا بزاف على الخبر. شنو بغيتي كثر من هاي؟ كثر من هاي دار، ما كاينش كثر من هاي دار خا. باقي غير الا ما بغيتي شي سبارطاجي ولا لايكي ولا شي حاجه توجهك، حنا اللي علينا حنا كنعملوه والباقي عليكم. السلام عليكم. وما تصورش شحال كنكون فرحان اللي كنسمع هادشي هذا، قسما بالله وربي اللي فوق مني. تحياتي الاخوان، هادو هما الميساجات اللي كيفرحوني انا، هادي هي اللي كنبغيها. يجيك ميساج كتسمع انه الانسان جاب الله تيس. اذا حنا ما كنتريقلوش على عباد الله هنايا، حنا كنقولوا الحقيقه فهمتيني، حنا كنقولوا الحقيقه الخال. سير اخي الله يسهل عليك، هذا راه اوديو الثاني، كاين واحد اخر كاين وباقي الخير مجي. كاين اللي ما كيعيط ما كيقول ما والو، كيمشي كيترزق على الله، هذاك خليته هو بوبري الله يسهل عليه ما صعبته هو فهمتيني. السلام عليكم. لايكي بارطاجي وطاقي العشران ديالك اللي عندهم كانا باش نقدروا تحنا عاوتاني حنا نتموتيفا وبداو نتحمسوا ونحسوا براسنا ان راه حاضرين واجد. تحياتي اليوم عندي الروبو فهمتي عليا ما تاع سعيد.